أحلام يا أحلام أحلام. إحنا باغا تعاودي لنا شي حاجة؟ بغيت نعاودك غير بطر، بغيتكم تنصحوني ينصحوني المتتبعين ديالك وانت الله يحفظك. مرحبا، تفضلي يا أحلام عاودي داكشي اللي بغيتي، حنا نسمعوك. والله لا شنو نقول لك، نسمعت صوتك وانا على المباشر حيت اول مره غنطلع شي لايف. مرحبا بعدين. بس نسمعوك شافك، حاولي تقصي شي بلاصه ما تحركي لك كيت لا والو، حاولي تقصي شي بلاصه مزيان دابا ياك. الو سمعني؟ دابا تنسمعك. مرحبا احلام، تفضلي عاودي داكشي اللي بغيتي نسمعوك. المهم غير بطر القصة ديالي، المهم الطفلة ديالي، أنا كنت عايشة مع العائلة ديالي والحمد لله، وما خصني ما عندناش ما خصناش الحمد لله. المهم كبرت واحد العائلة ما شاء الله، بين خوت العائلة أمي وبا، المهم الحمد لله وصلت 20 سنة. المهم كنت كيجيونا الخطاب ومن هذا ومن هذا ومن هذا، المهم انا اخترت هذا اللي تزوجت به دابا وصافي. اخترت قال لي الوالدي ديالي راه هذه مسؤوليه وهذه وهذه، قلت له صافي المهم انا نتزوج به. صافي تزوجت به، حيت غير غادي نختصرك اذا من البدايه راه غادي نبقى وانا حتى الغدا. خذ راحتك. المهم اخويا، المهم اخترت هذا تزوجت به ومع عندي مع الوليدات. ودابا شنو نقول لك اخويا، كان زعما راجل في المستوى، عمر ما خيبني يعني، عمر ما قال لي شي حاجه خايبه، عمر ما تخاصم معايا، عمر المهم مكبر بيا صراحه الله مع العائله ديالو وحتى هما زعما عزيزين عليا وعزيز علي عندهم. وصافي كبرت مع المهم حتى باشي 7 سنين انا معاهم، ودار لي بحال بنتهم. صافي انا عايشة مع المهم مع راجلي دابا، وكان المهم شديتو يعني شديت كيخوني وكيهضر في التليفون، كيهضر مع ماشي مع البنات بزاف لا، غير مع واحد السيدة. وكنقول المهم صبرت معاه شي تقريبا 2 عامين دابا، صبرت معاه قلت مع راسي نصبر. المهم حتى المهم وصلتني اللعظم، قلت سيدي راه هادشي انا اخترتك النهار الاول وتحيت معك في اي حاجه، تحيت معك في اي حاجه، وبغيتك يعني تكون راجل، ماشي زعما كرهتك ولا شي حاجه، ما كرهتش يعني يكون عندي راجل بحال كلايات. صافي قال لي شنو درت انا، قلت لي استيليا انا كنعرف اش كدير كلشي، المهم هادشي اللي كدير كنعرف كلشي يعني، الاوديوات ديالك عندي وتصاور الفيديوهات من اي حاجه عندي صراحه الله عطفت عليهم. خويا بدر صافي قلت لي صمت ليا، حيد الكتافك اللي دايره، عافاك حيد الكتي اللي دايرها احلى يكون احسن. دابا كتسمعني خويا بدر؟ لا حيدي يكون احسن. عرفت واش غتسمعني؟ غير كتسمعني نهضري دابا شي جمله. المهم اخويا باطر، المهم ضحيت معاه في كل شيء. صافي قلت ليه سمت ليا، حيت سمت ليا الراجل انا كنعرف كل شيء. تصدري بشويه باش نسمعوك حسن، واخا قلت صافي كتسمعني اخويا باطر؟ غير دلكيت نحاول نسمعوك بالكيت، ولكن حاولي تهضري بجد اختي، كلشي بركه على قليل فيكم وبارطاجي قليل وبارطاجي باش نخسر والو. ودابا كتسمعني اخويا؟ انت اللي تهضري بشويه، ماشي المشكل في الميكرو، انت تهضري بشويه، مي حاولي ترفعي صوتك. كتسمعني؟ حاولي تسمعني. كتسمعني دابا؟ كتسمعني يا خويا باطر تابع ياك؟ واخا كملي لنا احلى. المهم اخويا قلت صمت لي، انا كنعرف عليك كل شيء، الا بغيتي تحيد هادشي انا معاك، ما بغيتيش حتى ما حيدتيش انا معاك. بغيتي تنصحوني هادو اللي معاك، وانا ما غاديش يعني نطلق منه ولا شي حاجه، انا شديتو المهم دار مع شي حوايج خايبين، كيقول لي انت ماشي شغلك يعني ندير اي حاجه، اي المهم انت ماشي شغلك كلي وشربي. كنقول ماشي، حنا عيالات بغيونا ناكلو، حيت ماشي معزات باش ناكلو ونشربو ونعسو،
بغينا اللي يحترمنا، اللي يبغينا، اللي يهتم بينا، اللي يقول لنا هذيك الكلمه اللي كتقول البنات البرانيين، حبيبتي خويتي، هذيك الهضره حتى حنا بغيناها. يعني بغيناها، يعني ماشي شارفانه ولا خايبه ولا دي شتيتيني اخويا بدر غادي تقول هذه ما شاء الله عليها، ماشي كنشكرك راسي، فهمتيني؟ غادي تقول هادي عطاف هادي ما عرفتش شنو هاد الشيء، الله اعلم. صافي في الاخر دابا كيشوف غير هي، كي فين ما مشى الصوني ديالها، الصوني هي وصوني هو، بحال اللي ما عندوش المراه. هي عارفه باللي عنده المراه، باللي عنده وليدات، هي ما درتيش معاه. اه ما درتيش معاه، ما نقدرش اخويا، راها عشيرتي زعما، راها معايا. كيفاش عشيرتك؟ راها عشيرتي، هذاك اللي خاني معاها عشيرتي. كيفاش عشيرتك؟ صاحبتي. او صاحبتك؟ اه كيفاش صاحبتك؟ فهمتي، يعني كنهضر معاها ولكن عمر ما تلاقيت معاها، وكتعرفني بزاف وكنعرفها بزاف، كنعرفها شكون هي وكتعرفني شكون انا. هذه غير شي وحده تعرفتي عليها في فيسبوك يمكن؟ لا 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 لا، ما كنعرفني فيسبوك ني والو، خديت النمره من عند راجلي. كيفاش صاحبتك عشيرتك؟ ما خديتو، فهمتي ليا، خديت النهار الاول، خديت النمره ديالي بحال اللي غادي نكون صاحبتها النهار الاول، العام الاول ياك. بالتالي قلت ليه انا راها انا فلانه ياك. قالت ليا مرحبا بيك. قلت واش كتعرفيني مرات محمد؟ قلت ليه اه. صحيت قلت ليها مرحبا، انتينا غنكون عشي. المهم كنهضر في كاميرا، كنهضر في الواتساب، كنهضر، المهم ديما كنهضر بحال اللي ما عارفة عليا والو انا، يعني هي ما عارفاش بلي انا عارفة كتخوني، يعني كتهضر مع راجلي. درت راسي بحال اللي ما عارفة والو، كنهضر معاها ترونكيل صافي. كديرها كدير مولي الدار هادي وهادي وهادي، كتقول ليا مزيان الحمد لله. المهم كتهضر كتخربق شي هضره هكا بحال باش ما نشكش فيا، فهمتيني؟ وانتينا صاحبتي، انتينا اختي، ما شاء الله عليك بزيناتك، المهم ما شاء الله عليك، استعداد الراجل اللي يديك محمد، فهمتيني؟ صافي خويا بطلت. قلت لي صافي واخا، صافي هضرت معاه عادي، وختي دابا عاد كنهضر معاه عادي. ما نقدرش يا خويا فاطر، راني انا مريضه قسما بالله العلي العظيم، راني مريضه على قبلهم بجوج، باش نواجهها ما نقدرش، باش يعني بعد عليك ما نقدرش، ما نقدرش نكون هالميمته، وما نقدرش نفضحو في الفيميليا ديالو، انا اللي عارفه سيكونس، ما عرفت حتى واحد من هادشي اللي كيبقى ليا، تكرفصت بكيت، مهم أي حاجة درت عليه بحال اللي تشللت واحد النهار، بحال اللي تشلل، بقيت ما بقي يعني ما بقيتش نتمشى، يعني واحد الليلة بعدا ملي سمعت نعس معاه، أخويا بدر، والله ما قديت نمشي، كنقول يا ربي تعطيني صحتي، يا ربي ما تخيبنيش من هاد الولاد، يعني ما تخيبنيش من وليداتي، ما نقدرش. يعني انا من ناحيه كنبغيه، من ناحيه كنخاف على وليداتي، ما عرفتش اش ندير، يعني كنقول مع راسي نصبر على قبل وليداتي، نصبر على قبل بيتي، ما نقدرش نمشي ونخليه. شتي خويا بطر هذيك الحب اللي عطيتو ليه، قسما بالله العلي العظيم، ما طعتيه المرأة للراجل، لو كان كيخطيه من الذهب، المهم اش غنقول لك، فهمتي؟ حيت كان حماق علي صراحة، الله شديت عليه كل شيء، باش يعني تقول لي شي وحدة تطلقي وسير داركم، ما نقطعش، يعني نموت، يدفني، يقتلني، المهم نشوفه في بيت، في داري، نشوف بيت آخر، نعس معاه، ما نقطعش. يعني نتخاصم مع هذيك الوقيته صافي، نرجع منين نفيق الصباح نضحك، ولكن فيا واحد السمعه كرات في راسي انا بعدا. شتي منين كيدخل عندي، عارفه باللي راه عنده، كان عند هذيك البنت، كنقول صافي ملي كنتخاصم معاه كينعس هو، ما المهم كينعس بحال اللي ما وقع والو،
كنبكي كنبكي كنقول يا ربي يجي عندي ويعنقني يقول لي سمح لي خلي الغلط ديالو. كنمشي عندو كنقول لي سمح لي يا سي محمد عافاك خلي انا كنت معصبه ولا انت الفالطه ديالي جي عندي جي عندي يقول لي صافي سمح لي يا مرتي سمح لي هادي هادي انا غلطت. ولكن هو ما كيغلطش ما كيحقرش بالغلط ديالو. نمشي عندو انا نضحكو الغلط ديالو نمشي عندو نضحكو حد من الناس عمر ما نعست بلا ما نضحك معاه. هي واحد الصلاة انا مي كنسجد كنصلي هذا رمضان الا كتبت عليك يا باطر يعدمني في صحتي كنقول يا ربي ما تخيبنيش منه يا ربي نحيده من قلبي ما نبغيش نعيش معاه مهم يجيب لي ما ناكل نعيش مع وليداتي صافي ما خصني ما عنديش صافي ما خصنيش منه ما خصني فلوسني والو الحمد لله عنده كل شيء الحمد لله ولكن ما خصني والو بغيت الحنان والحب والاحترام يحيي بعد من هاد الشيء. هاد الأخت إلا شفتي تصور اللي كتصيفط لي عريانين وهاد الشيء اللي كدير معاه كيعجب لي كتقول راه كنحمق عليك انت واحد النهار قالت لها عندك مراتك ما شاء الله عليا ولكن انت ديالي راه ما غاديش تاخذك شي وحده من غيري فهمتيني غلط. ملي كنسمع هاد الهضره انا كنتفقس ملي كتقول انت كنتوحشك كنبغيك راه كنموت عليك بغيت نشوفك بغيت نعمقك بغيت ندير معاك شي حوايج انا بعدا كنت كوده شتي انا كنتعصب بحال غادي نفجر قلبي كيضرب 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 حتى بحال اللي غادي نفقد الوعي صافي بحال اللي المهم تفني وانا نموت تفني انا حيه بحال اللي مت والله لحظه ما خويا بعدا كنقول مع راسي شنو درت في صح شنو درت في حياتي علاش ما خليتينيش اولد الناس علاش ما خليتينيش نعيش حياتي عند والديا ما بقيت انا والديا يعني الحمد لله عندهم ما حصومش انا كنت واكله مشاربه بكل شيء ولكن كيقول لي انت ناكلي شربي ما تحكميش فيا انا ندير اي حاجه كنقول صمتي ليا خاف من الله سبحانه وتعالى دابا رمضان في النهار المهم كتصوني ليه كتقول لي شي هضره ماشي هي هذيك مهم ما كيخافوا من الله من العبد من مراتك كأني كنقول ما خايفة من الله ما خفتوا من الله تتخافوا مني أنا فهمتي ما خفتوا من الله باش تخافوا مني أنا خصكم تخافوا من الله وتقولوا راه هادي عنده مراتو وتقي بينا وراه في دارها مسكينة ما عرفتش شنو كدير خصك أنت تحس بيا هادي بغات الفلوس بغات تمشي بغات تسارع بغات تكسى بغات تلبس فهمتيني ولكن استغفر الله ولكن انت فكر في مراتك راه عندك وحده كتبغيك كتموتي عليك طحي معاك قسما بالله خويا بعض اللي قالوا لي تموتي تسمحي فيه نموت الا قلتوا لي تخاصمي معاه ولا قولي شي هضره مع الله يحفظ الله تقول المهم انا نمرض في بلاصتو المهم الا مرض هو بحال اللي انا مت فهمتيني خويا باطر فين تلقى كنقول صمتي ليا صحابك بغاو المراه تكون مراه وما لقاوهاش انت عندك مراه ما شاء الله كتهتم فيك كتجمعك كتجمع فلساتك كتجمع هيك كتقول لك الطريق الله وانت ما باغاش عشتي عشتي خويا واش انا كنعدي هادي واش انا يعني هذيك الغيره اللي كنغير عليه واش الا ماشي في المستوى ولا انا زايده فيه قول لي يا خويا بقدر المتتبعين ديالك ينصحوني وانت تنصحني انا كومونتير ديالكم نقراها وانت نسمعك عظيم برافو عليك والله انا ما غاديش نقول لك راه شي خايب نقول لك برافو عليك لانك بنت الناس والله يا بنت الناس برافو عليك انا فرحت ملي كاينين بنات الناس بحالك دابا وانما دائما تنتهي هاد ولد الناس وهاد الضريفه والله يعمرها دار عند الاذيه ديالي حتى ربي قال لك ما ديروش كثر مجهدكم ولا تؤدوا بانفسكم الى التهلكة ماشي حتى لدرجه ديال التهلكة احلام نجي نسولك اخويا المره الاولى مديت عليك يدي ياك وسكتي لي
سهلة نعاودها مرة أخرى ولا لا؟ سهلة إلا ضربتك هذه المرة وسكتي وضربتك المرة اللي موراها وسكتي وضربت صافي عادي ياك؟ ولكن إلا بغيت نمد عليك يدي قلت لي حبس كل شيء إلا هذه لا نقدر نجوز الهضرة ولكن هذه ما غاديش نتجاوزها هذه لا أنا ماشي حيوان ووقفتيني عند حدي وما دوزتيهاش ليا المرة الجاية نعاود لا علاش؟ لأنك ما دوزتيهاش ليا أحلام السيدة هادي بالعكس ترتقي الرمانة كما تنقولوا ها وما تساورك ياك؟ ما تقوليش لا ما نقدرش لا ها ما بنتي تساورك العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم واخا نقول لك واحد الحاجة راه السيدة راه مزوجة مزوجة مزيانة مزيانة مزيان كلها العين وبالعين راه راجلها برا راجلها برا مزيانة تقول لها العين وبالعين والسن بالسن والبادي أظلم علاش حيت انت ماشي مكلخة وماشي غبية وماشي هذا التعامل اللي تعاملتي راه غير حيت بنت الناس ولكنها انت تحشمي ما حشمتيش هادو التصاور اللي تتصيفطي لراجلي هادو التصاور اللي تتصيفطي لراجلي ياك هادو ميساجاتك عندي فيديوياتك عندي كل شيء راجلك عارفه راجلو تعرفي راجلها فيسبوك ديالو هذا هو راجلك ياك هذا راجلكي انا غادي نوريك شنو كاين انا غادي نوريك شنو كاين اخويا اخويا باتر هما عارفين يعني عارفين الحلوليه اللي في قلبي ما غاديش ندير لهم شي حاجه لا حيت راه قلت لك انا مرضت راسي بسببهم هما اختي باش ما ناديهاش باش ما نطلقهاش اختي باش طلقك انت وانت عادي عندك تطلقي ولا شنو عادي عندك تضري لا 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 ماشي على الدرجه نكون ولد الناس ولكن ماشي حتى لدرجه انني نتأدى انا لا لا ماشي حتى ديك الدرجه اختي ماشي كرام عرفتي انت شنو كرامتك ولكن قال لي لا الا زعما دويتي ولا شي حاجه راه انت اللي غادي تخسري يعني ما تعرفي ليه ما نعرفش تخسري اش تخسري الزوج ديالك كتخسري الا مشيتي خليتيني ما خليتيني تندير والله ينعل جدو يلا سمعي لي هاد الهضره هادي نقول لكم ما تعجبكش لي عايرو الله ينعلو الله ينعلو الا شاف هاد الشيء بانك قلتي لا قال لكم انا راه منكر فليغيره باش بيدي او بلساني او بقلبي او غير اختي واخا تعرفي تهضري مع راجل هذاك تعطيه خوك قول السلام عليكم قلت بعد السيده مزوجه وتبعد من السيد قول فين ما بغات توصل توصل راه كتقول اي هي هي كتقول يمكن اللي يجي شي نهار تشدك مراتك يسحب ليها انا ما عارفاش تشدك مراتك يعني تمشي وتخليني يعني تخليني في نص الطريق كيقول ما نقدرش نخليك لو كان عرفاتني عندك المرسى تبغيني نهضر معاها تبغيني نهضر معاها الله ما نقدرش اخويا بطل الا بغيتي نهضر معاها ما نقولهاش نقول لك واحد الحاجه راهو مع بعضياتهم دابا نيت راهو مع بعضياتهم راه جا من الطوموبيل من الطاكسي جاتها من تحت داري من طوموبيل واحد الرومبو انايا المهم ركبت مع في الطوموبيل ومشاو يعني مشاو يتسارى ولا في شي بلاصه فهمتيني بديت كنشوف في عيوناتي يا خويا كان من جهته قسما بالله على العظيم كنقول شنو خسرت يعني علاش هاد الشيء واش عصيت الوالدي ديالي ولا شي حاجه ما عرفتش عادي ولاد الناس قال لي تيكون ولد الناس ضروري تيذوق من ولاد الحرام ولكن اش نقول واحد الحاجه خويا بكر راه ماشي يعني هاد السيد اللي تزوجت بيه بزاف ديال البنات ما عطاهمش كيف من الوقت ولكن هاد السيده راه شارفه ماشي شي وحده يعني تكون يعني مزيونه تنسمع ولا تشبه فيا ولا شي حاجه غير الزينه ديال الزناقي كتكون حلوه صافي اما اللي شفتي هاد السيده مهم تقول مع امك ولا عند اللي ولداتك ولا رباتك اختي ولكن الله اعلم اخويا بدر راه كاينين بلا ما نقول ترتقي لها هي الرمانه قولها هذه ياك هذا راجلك هادو لي ميساج ديالك
هذا فيس هذا باش هضرتي تلاقيتي مع فلان فلاني، عندي فيديوهاتك، عندي تصاورك، عندي ميساجاتك، عندي كل شيء ديالك، ياك يا إما يا إما مادام بغيتي تطلعي مع بنت الناس قول هذا خوتك، ياك هذا خوتك، وكاع لا تعرفي شي خوها ولا شي حاجه هضري معاه، الا تعرفي شي خوها ولا شي حاجه. نقول لك صراحه هي ماشي من هذوك النوع، هذه المراه ماشي من هذوك النوع يعني كتسوق للندم، يعني خلي انا واجهتها غادي تقول لي وانت مالك اش خصك، بغيتي راجل كثير، انا بغاني شنو ندير، انا بغاني بغيتي بغاك واخا انا نصيفطو لراجلك، ياك نصيفطو لراجلك وديك الساعه قول لها نفس هاد الهضره هادي، بالعكس مزيان الا قالت لك هاد الهضره هادي. شوفي نقول لك واحد الحاجه، راه الا لقاتك ظريفه غتركب عليك، الله يهديك. وعلى داكشي كتكتب، على داكشي كتكتب عليا حيت عارفه اني العقليه ديالي بلي ما غاديش ندير ليه شي حاجه، ما غاديش نقطعها خليها عارفه شي حاجه، ما غاديش ندير ليه حتى حاجه، يعني عارفه يعني في نظرك كيف كنوصل انا تقدر تقرم انا ولا لا؟ نقطه الضعف ديالي عارفهم بجوج في راسك، اغلبيه الناس حتى هما قال لك غير تقرم انا، والله العلي العظيم اغلبيه ديال الناس حتى هما قالوا لك. كنقول الواجهه، كنقول الواجهه اها واجهه، يعني حين الله يعني غادي نقول انا فلانه، الا بغيتي تقول لي قول لي حيت انا عارفه عليك كل شيء. لا 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 سيري عندها مباشره وسيري مع اخوك نقول لها شوف انا هاد المره جيت عندك. نقول لك واحد الحاجه فهمتي ليا، يا اخي ما نقدرش يعني نمشي نخرج من الدار، الا خرجت من الدار ما غاديش نرجع لداري، حيت انا ما كنخرجش من الدار بوحديتي، حيت انا خلي انا في المدينه ولكن ما كنخرجش من داري ايد لا بايد ديال راجلي ولا معاه، ما كنخرجش مع عمو ولا ما عندكش باك، ما عندكش خوتك، ما عندكش. الحمد لله عندي با، عندي عائلتي، عندي خوتي، عندي كامل. تشكي لهم. ولكن ما بغيتش حتى يعني يولوا من عيني، حيت با عزيز علي وخت ماما وخت خوتي، إلا قلت لهم غادي نقول سي محمد صافي ما بقاش راجل، ما بغيتش هاد الشيء، يعني أنا اختاريته الأول غادي يقول لي عائلتي، أنا قلت لك بنتي اش غندير لك؟ حيت أنت أنا اللي اختاريتي. حيت انتينا اللي اختاريتي، انتينا اللي كرستي معاه، انتينا اللي حمقتيني معاه، حمقتونا معاه، راكم في الاخر شنو النتيجة ديالكم؟ لا 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 صبري، ولكن باش نرجع للوالدين ديالي حلي يرحبوا بيا، ولكن باش نسمح فيه ما غاديش نسمح فيه، وما غاديش يضحكوا عليا الناس، و ما نقدرش نبقى هكا نبكي ليلا ونهار. باش سعدات نقول لك واحد الحاجة سعدات، والله إلا سعدات سعدات على انك بحال انا تنسى نقولها لك، سعدات على انك بنت الناس، ولكن مع الاسف نتمنى كلشي يدعي مع احلام، كلشي يدعي مع احلام. شكرا بزاف اخويا، ربي يخليك. طردقي الرمانة، طردقي النمانة الرمانة ان شاء الله اخويا، والله العلي العظيم نحاول نواجه بحال اللي شتي، انا ملي بغيت نواجهها بحال اللي يدي مشنوقين، ما نقدرش نكتب ليا، ما نقدرش نصوني ليا، ما نقدرش نمشي عندها، ما تخافيش منها اختي اختي، ولكن بحال اللي شدتني سبحان الله اختي، هذيك راه واحد الانسانه اللي باغا تدمر لك حياتك وبغاتك. لا يعني انا ما تقوليليش انا فين تقولي ما نخليهاش، حيت الا شافوك ساكته دابا غدا راه تيديروا كلشي بالعلال، ياك ايوا بلاتي غادي يبقى يخافوا، خلي لهم يخافوا منك شويه، سمعتيني؟ كيهددوني بحال اللي غادي يسمح فيا، بحال اللي غادي يعني اول يعني ما غاديش واحد يمشي عندها، كيقول لي هذه هي حياتي، هذه هي الاخرى ليك والاولى ليك، الا حاولتي تهضري معاها ولا تصوني ليها انا ما غاديش تشوفيني، راه واحد مني ما غاديش تشوفيني وما غاديش يعني تحي من عيني عمر نشاركو. اختي منين توصلك انا واحد راه ما تتعني ليش، انا عارفك اش بغيت دابا وعارف هاد الهضره شويه قاصحه، ولكن الا وصلت ماشي كنبغيها خويا بدر، اقسم بالله يا اخت نعطي لك بستين عطيتي لي كلشي ديالي، ولكن ما غاديش نبغيو شويه تاع راسنا في هاد الناحيه هادي، اي نقدموا ونعطيو، ولكن كنصحك البنات، كنصح البنات اللي كيسمعوني ما تبغيوش الرجال قد، لا يعني لا بغيو بغيو بغيو، ولكن ماشي حتى للدرجات ديال يكون مع واحد اخر ولا عنده لا عادي، ولكن باش
بالله اقسم بالله العلي العظيم ما تصبر ليه بنت. كان وعدك اخويا بدري ما تسمح ليه المرا ديالو الراجل كيف سمحت انا هذا الشيء اللي كيدير وتمشي تزني وتجي عند مراتك وتبحال ما وقع والو مستحيل. راه روح من عندها وجاي عندي وكيضحكني وسم ايوا صافي انتين اللي عندي انتين هادي صافي سمحت فيه واش الشكل كاين الا صافي غادي تخرج وتشوه والله يبارك الله. ولكن انا ما نقدرش كنفكر في عائلتي فيا وفي الناس وفي ما نقدرش نشوه ما نقدرش نقول لا يبارك الله راه كيهضر وكيدير وكيدير اش يديروا لي غير كيضحكوا عليا المفاهمه كتكون من الاولى يجي عندي يقول لي يا سنتيني بنت الناس انا غلط اسمح لي قسما بالله تسمح لي ولكن باش يجي عندي يقول لي موتي لا بغيتي تنطحري ولا موتي انا الطريق شديته غادي تقول ياك شديتي هاد الطريق وانا انت نقول لك ولكن انا حلفت انت لي فيا اييه مسكينه احلام احلام آه. برافو عليك ياك وحاجه زوينه انت بنت الناس وربي راه ما يدير لك اللي فيها العقل على هذه الامه كنت عارفه كانت البنت دخلت لي لخاطري عارفكم كلشي داير معاها اي واحد يتفرج عارفكم حيت انا بصح عجبني كبير والله العلي العظيم الا برافو عليك في هذا الزمان اللي تحط الراجل بحال كتاش فوق الراس برافو عليك ولكن نتمنى ويقدر احلام انا نعتبرك كخشي ونقول لك نصيحه الواحد فاش عرفنا مثلا ما غاديش ما غيكون عندنا تردد فعل تزيد يتمادى فيه تزيد يطلع لنا فوق الراس فنصيحه نقدروا نتجاوزوا بزاف ديال الحوايج نقدروا نتجاوزوا على الهضره بزاف ولكن كاين شي حوايج تيبقاو خط احمر بحال هذا الشيء خاصو يكون خط احمر واخا الحب تتبغيه تتحماقي عليه ولكن ماشي لدرجه انني ما عندكش روح وما عندكش شخصيه لا ماشي انا نتقولكش تطلقي منه لا ولكني غيوقف على هذا الشيء لا اسمح لي احترمني قدرني ماشي تجيب لي شي مرض من الزنقه ماشي تجيب لي شي مرض من الزنقه ولا تجيب لي شي حاجه وتدخل على ولادك الحرام لا كون راجل انا عرفتك راجل نبغيك تبقى راجل ما تخافيش اسمح لي اخويا بكر نسولك هذا الشيء اللي كنكرر لي كنقول لي فعلتي تركتي حيت انا اي حاجه كيديرها كنعرفها اي حاجه هضر في التليفون ولا في الاوديو ولا شي حاجه المهم درت الاحتياط ديالي كامل باش نهار تواجهها ولا شي حاجه تقول لي راه شي كذوب نقول لها هادي شدي هادي الدليلات اللي عندي الا الا ديري شارجي لي لابليكاسيون في التليفون اي شارجيت لي ولكن كيبانو فهمتيني واخ كيبانو في التليفون المهم هادشي اللي كنكرر لي هادشي اللي كنكرر لي كنقول لي انت اللي فعلتي تركتي وهادي وشوفي حتى دوك الميساجات وداكشي خلي شي كونت اخر صيفطيهم لشي صيفطيهم لشي حد يبقاو عنده ولكن ما شي واحد اللي ثقه واخا اكثر يا عندي الفيديو ديالو يعني اي حاجه دار معاه اي حاجه هضرت معاه اي حاجه عندي واخا يعني عندي يعني كيف كنقولوا عندي الحبس ديالهم بجوج الله يهديه الله لا تتمنى والله لا كاع الناس في اللايف بغاو ولكن باش شي كاع الدراري في هذه اللحظه تمنوا شي مرا بحالك فراس كاع الدراري اللي في اللايف قالوا يا ريت يرزقنا شي مرا بحالك يا ربي في هاد العوايش يا ربي الله يعطيكم شي مرا بحالي صراحه والله ماشي كنشكر راسي حيت انا كنحس بنادم بزاف حيت بزاف ديال القصص دوزتيهم اخويا بدر راه كنبكي شتي الدموع المخده ديالي كتكون بحال درتي علي الماء انا كنتقطر بنادم انا كنحس بنادم بزاف انا كندعي معاه المهم الناس كاملين كنحبهم بزاف بالملاح ماشي بالمقابي ولا بالفلوس ولا شي حاجه انا الحمد لله ديالي فلوسي المهم كل شيء ديالي الحمد لله وليمي انا بغيت غير الراحه وبغيت الثقه وبغيت يعني يبغاني الراجل ديالي وبغيت نحس بيه باللي كيخاف عليا وكيبغيني وكيحمق عليا يعني ماشي يجي بحال المسلسل كنبغي كنموت عليك لا بغيت غير يقدرني يحسبني مراته يعني اي حاجه ويخاف عليا
وانا كيف كنقول ليه سمعتي ليا انت كتمشي عند المرات ديال سيادك وانا منين خليتيني غادي يجي سيادك حتى انت يجي شي نهار يديوني خلي ما داونيش بالكاريت يجي يديني بالشهوات بالحرام انا ما بغيتش يعني نتيح في هذا الشيء انا ما نقدرش شتي ناكل التراب وما غاديش نخونه شتي انا اللي شتيتيني انا مازال صغيره انا تزوجت على 18 عام يعني يلا المهم ناكل التراب وما نخونوش دوزني مع المال وما غاديش يعني نخليه باش نخلي هذا الراجل نمشي نتبع شي واحد زوين وهذا يغرني من المال الدنيا ما غاديش يخليني خاطر انا مرا ونص خلي صغيره ولكن عقلي كبيره انا تربيت في واحد العائله محافظه شاف عمرك دابا طلع 26 26 الاخوان كلشي داير ليا مع احلام تتمنى شي نهار تعيش عليك وتقولي لي بان هذا الله نتمنى ربي يهديه ان شاء الله بغيت المهم ندير لك ميساج ولا شي حاجه الا جاوبتيني بغيت ندير واحد الحاجه من المفاجاه الكاملين منين نوصل هذيك المفاجاه ان شاء الله نديرها ان شاء الله نتصل بك نقول لك رحم الله راه تفوجت على قلبي نشوف واش المهم الا هضرت راه غيعرفوني بزاف الناس غيعرفوني غير من القصه ديالي هذيك الاخت راه كتسمع هاد القصه وحتى هذاك الرجل غادي تعاود ليه نفس القصه كيفاش راه هاد القصه ديالي تتسمع شي وحده دابا في اللايف لا كتسمع هذيك السيده اللي كندوي عليها كنقولها الله يهديك تتفرج في اللايف ديالنا كتفرج في اللايف كتفرج انا اللي عطيت ليه اللايف حيت انا كنقول كنعاود ليها القصص ديالك كنقول راه دوز بطل هاد القصه وهاد القصه وعطيت ليه اللايف وديما كيطلع ليا اللايف فهمتيني كتفرج كنقول الله يهديك حيت صاحبتك عارفه كل شيء نقولها كتسمعني خلي ما سمعتش واش تسمع لي ولا نصيفط لي غادي يجي واحد النهار نصيفط لي هاد اللاباج ديالك راه اختي راه انا كنعرف كل شيء انت درت لك بحال اختي انا درت فيك الخير وعطيتك يعني الشيء اللي عندي غادي عطيتها لك وفي الاخر طلعتي في ظهري ما غاديش نسمح لك الدنيا والاخره انا بوليداتي وحتي انت انا بوليداتك راه كيف بغيتي الخير راجلك حتى انا بغيت الخير حيت انت اللي شديتي راجلك برا بلا دابا شديتي كيخونك ما غاديش تسمحي ليه كيف قلتي ليا واحد النهار راها نتينا احلام كتسمحي بزاف والطيبوبه ديالك غتخرج عليك نتينا اللي قلتيه ليا ودابا عرفتك المهم عرفت على حقيقتي عفوا الله يسامحك الا سامحك الله سامحتك اي حاجه الا جيتي عندي طلبتي ليا السماحه نسمح ليك قسما بالله تنسمح لي بزاف د الحاجات ما قلتهمش لك اخويا بدر راه يعرفوني بزاف د الناس الا هضرت في شي مسائل احسن ما نهضرش المهم هي كتعرف كل شيء انا عارفه الصغيره والكبيره عليك الاخت راه عارفه عليك كل شيء المهم الله يسمح ليك الله يسمح ليك هاد العواشر الا جيتي عندي ولا صونيتي ليا قلتي ليا سمحي ليا احلام قسما بالله العلي العظيم حتى تسمح لك الدنيا والاخره مسموح مسمح ليك اللي انت لا عائلتك اللي جراش ليك كثر انا ما نخسر والو هادي عائلتي محبوبين عندي حبيتهم حبالي ولكن جراش لي لا خسرته راه ما نقلش عليك قسما بالله حتى نمشيو نخليكم كاملين خصو تزوجوا ولا ديروا كلش مهم انا نخليكم ما نقدرش نشوف الراجل دي يعني تكرفست عليه وندموني عليه كامل العائله ديالي وفي الاخر جازاني بهاد الشيء وجازيتي حتى انتينا الله ياخذ فيك الحق الله معاك الله يسمح ليك انا سمح ليك الدنيا والله الاخيره خلي ما طال خويا بدر خلي ما طالبش مني السماحه قسما بالله اذا سمحت ليا من قلبي خويا بدر يا الله يهديها يا واش نقول لك احلام تمنى تعيطي لي وتفرحيني شي نهار ان شاء الله يا بدر ان شاء الله شكرا لك احلام شكرا بزاف المسامحه خلاص
شكرا لك. شكرا للمتابعين ديالك، شكرا بزاف للمتابعين ديال خويا باطل. سلامة، شكرا.